بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس الثامن من سلسلة شرح وتلخيص مادة السادس الأدبي، مادة التاريخ للصف السادس الأدبي. هذا الدرس خاص بأسئلة الفصل الأول وأجوبتها، حل أسئلة الفصل الأول. سليمان بيك أبو ليلى، طبعا هذه التعاريف أيضا صارت يعني شبه مكررة ولكن بترتيب الأسئلة، يعني هي موجودة بالمنهج وأخذناه بالدروس السابقة، ولكن يعني حبينا أنه نحلها كأسئلة. سليمان بيك، التيمار، التمغة اللي هي أحد أنواع الضرائب، عبد الغني آل جميل، الزوراء، الانكشارية. ذني التعاريف اللي جاياتكم بأسئلة الكتاب، وهذه تعاريف الموجودة عندكم وأيضا أخذناها في دروس سابقة. سؤال اثنين، سعى مدحت باشا إلى تحديث العراق، ناقش ذلك أو أذكر أهم إنجازاته. هذني أهم الإنجازات أو هذا الشرح، لقد أحدث مدحت باشا التقدم وإصلاح المنشود وعد البلاد لموجة من الأخطار المحدقة. أهم إنجازاته تنظيم الطابو، إصلاحات عسكرية، إصلاحات طرق النقل وإنشاء التيرمو وغيره من الإصلاحات الأخرى. هذا اللي ممكن أنه أو تكتبه بالشرح. اذكر ثلاث من نتائج الحكم العثماني للعراق وما أثره في تاريخ العراق الحديث. هذا جوابه، أولا لم يبذل سلاطين العثمان الاهتمام بالبلاد، واجه العثمان معارضة شديدة من العراقيين، استطاع الكثير من الأسر والزعامات المحلية أن تحكم نفسها بنفسها، أدى ضعف الإدارة العثمانية إلى تدخل بريطانيا في شؤونه. هذني أهم النقاط اللي ممكن تذكرهن بإطار هذا السؤال. السؤال الرابع، ما أثر الحكم العثماني على الحياة الاجتماعية في العراق؟ هذني آثار الحكم العثماني على الحياة الاجتماعية، الهدم والحصار والقصف المدفعي والتخريب المنظم. ممكن تذكر يعني قنبر علي أو محل قنبر علي اللي واجهتها أو قاموا ب بعد انتفاضتهم قاموا بتدميرها وضربها بالمدفعية. تعرض السكان للجوع والقتل والتهجير، تمزيق وحدة المجتمع وتماسك مكوناته، عانى المجتمع العراقي من التخلف والتمايز الطبقي. هنا التخلف هو يعني عدم إنشاء مدارس ونشر التعليم، التمايز الطبقي هو إنشاء طبقات بالمجتمع من قبل الحكومة العثمانية، مثلا الإقطاعيين أو الشيوخ أو الملتزمين أو المماليك وغيرهم من الطبقات. عانى سكان الريف من الجهل والفقر والتخلف، توتر العلاقات بين العشائر العراقية والسلطات العثمانية. سؤال خمسة، أذكر أبرز معوقات الزراعة. عدم وجود قانون ينظم ملكية الأرض ويحسم المنازعات، عدم الاهتمام بالري واعتماد الأساليب البدائية، كثرة الضرائب. الأولى عدم وجود، هسه تقول لي مو موجود نظام الطابو، يعني قانون الطابو اجى متأخر يعني بالحكم العثماني. أضاف إلى ذلك أنه قانون أيضا كرس لمصلحة الإقطاعيين، يعني ما وزعوا الأراضي الزراعية على الفلاحين ويستفادون منها بشكل مباشر، وإنما وزعوا على الإقطاعيين. هنا ما أسباب انتفاضة العشائر العراقية؟ السياسة التعسفية، جمع الجند والتدخل، العمل على أخضاع العشائر. هذا كلهن نقاط وأيضا وردا بالشرح بالدروس السابق. الأسئلة الوزارية التي وردت من الفصل الأول ب 2016 ل 2020، يعني هاي الأسئلة اللي إجت من هذا الفصل من 2016 ل 2020، التمهيدي والأدوار الثلاثة، بالتمهيدي ودور الأول دور ثاني ودور ثالث بالوزارة. أولا، عدد الضرائب التي فرض العثمانيون على العراق، اذكر أسماء أربع من الولاة الذي قاموا بالإصلاحات، كم دام حكم الوالي المملوكي وما أبرز إصلاحاته. شوف هاي الأسئلة، ما المعوقات والمشاكل التي كانت تعاني منها الزراعة، اذكر أهم إنجازات مدحت باشا، صف العلاقة بين العراقيين والولاة المماليك،
هنا أنا أريدك تباوع للسؤال نفسيته وللمنطوق، يعني منطوق السؤال شلون يجي حتى تتحضر لجابته. ما أهداف مدحت باشا؟ لم يجرؤ الولايات العثمانية تغيير كثير أو يجري الولايات العثمانية تغيير كثيرا في من حيث السياسة العامة. وضح ذلك. عدد أبرز إصلاحات الوالي العثماني المملوك داود باشا. 10. عدم تمكن مدحت باشا من إنجاز العديد من المشاريع، هذا من النقاط اللي هسه قبل شوية أخذناهن. شهد أو الدرس السابق شهد العراق أثناء حكم المماليك أحداثا جساما وضح ذلك، وضح ذلك الأحداث الخاصة بحكم المماليك. بين نتائج الإقطاع العثماني في العراق بين طرفي المعارك التالية 7 أبكار. المعركة التالية 7 أبكار من أطرافها؟ في أي عام عقدت معاهدة الذهاب وما أطرافها ونتائجها؟ هنا لم يستتب الأمر للصفويين في العراق بعد إسماعيل الصفوي، حيث جاء للحكم ابنه طهماسب الأول. ناقش هذه العبارة مبينا أسباب ونتائج ذلك، موجودة أيضا عندنا بالدروس السابقة. كانت الانتفاضة التي قادها المفتي عبد الجليل أقوى الانتفاضات في بغداد ضد الحكم العثماني. بين أولا أسباب قيامها، ثانيا الأساليب التي اتبعها العثمانيون للقضاء عليها. هاي مال أسبابها هو الفرض رأي والتجنيد الإلزامي، والأساليب هي ضرب قصف منطقة المفتي وقمع الثورة وإعدام. هذا النقاط اللي حكيناها أيضا بدرس سابق. يمثل الالتزام الطريقة الثانية في استغلال الأراضي، وضح ذلك مبين الواجبات ومهام الملتزم. الأساليب التي اتبعها والي العراق العثماني على رضا باشا القضاء على انتفاضة عبد الغني المفتي، هذا نفسي تمكرر هذا قبل 16. وضح أسباب انتفاضة العشائر ضد الحكم العثماني، ثم أعطي مثالين للانتفاضتين، مالة الموصل ومالة الدغارة وسبب فرض التجنيد الإلزامي. سليمان بيك أبو ليلة، ما الوظيفة التي كان يشغلها وما أصله؟ اذكر أعمال مدحت باشا، ما الالتزام في أي مناطق العراق طبقه العثمانيين؟ عرف الزراعة، بين أهم معوقاتها، ما نتائج ضعف الإدارة العثمانية، ما نوع الضرائب غير الشرعية، ما منجزات مدحت باشا في ميدان المواصلات؟ يعني إلى مواصلات يقول لك بس المواصلات تحكيها، ما تتطرق لغير شيء. قسم العثمانيون الإقطاع الإدارة العسكري إلى 3 مراتب، اذكرها بين الأسس التي اعتمدوها في هذا التقسيم. تكلم عن مجال الصحة أثناء الحكم العثماني، أدت إصلاحات مدحت باشا على الرغم محدوديتها إلى زيادة وعي العراقيين وشعورهم بالحيف، هذا بالدرس القبله. هنا تطرق إلى أبرز ملامح السياسة العامة للولايات العثمانية في عام بعد عام 1831، يعني ذول المصلحين الجدد اللي اجوا. من حيث السياسة العامة فلم يجري عليها تغير، فظل هذا. هنا مجاوب السؤال انه فقط هذا مجاوبه. من حيث السياسة العامة للولايات فلم يجري عليها اي تغير، لأنه ما موجود عندك بالشرح بهذا النص، فمجاوبة هنا إليك الأستاذ. والشغب وينخر الإدارة، توصل حالة العداء بين العثمانيين والقاجاريين حكام فارس، ظلت الغالبية العظمى من سكان العراق في حالة انتفاض. إرسال الحملات العسكرية المتعددة لقمع الانتفاضات الشعبية، استمرار السلب والنهب والتهجير. الأسئلة الوزارية التي وردت، التعاريف، هذه التعاريف محمد باشا الطيار، قرة حسين باشا، التيمار، هذني كلهن التعاريف. التعاليل، استمرار انتفاضة العشائر من العراق ضد العثمانيين. هاي التعاليل أيضا الواردة بالأسئلة الوزارية من 2016 إلى 2020، هذه عندكم كلها. إن الحكم الذاتي الذي تمتع به العراق والولايات العثمانيين، عدم تمكن مدحت باشا، طبعا هذا شوية خطأ مطبع، هنا إحنا ما منقطيهن، مفروض ننقطهن.
أو بس بالبداية ذني الحد الثامن التاسع منقطة، ومثل ما تشوفوهن ذني موجودات وتلقون حلولهن موجودة. عندما جاء طهماس بالأول لا حكم العراق لم يستطيع السيطرة على الحكم، هذا تعليل. هاي كلها تعاليل، هذه كلها تعاليل جاية بالوزاري من 2016 قلنا إلى 2020. هاي الفراغات، هنا أكو خطأ مطبعي، الفراغات مسويها الغراغات، هذني دام حكم ذو الفقار بالنخود فراغ سنوات وخطب السلطان العثماني فراغ من على المنابر في بغداد، من أشهر ولاة العثمان المصلحين في العراق فراغ وفراغ، كان يتم استغلال الأراضي الزراعية في الولايات العربية في العهد العثماني بطريقتين، الأولى فراغ وفي الثانية الوسطى والشمالية، والثانية فراغ في المنطقة الجنوبية والبوادي. استطاع السلطان العثماني فراغ بعد معركة جالديران من احتلال تبرز عاصمة الدولة الصفوية. هذني الفراغات، هذه الفراغات اللي جاية بالوزاري من 2016 إلى 2020. هاي اللي هنا وصلنا نهاية الدرس الثامن، نتمنى التوفيق والنجاح. لا تنسون لايك للفيديو واشتراك بالقناة ونشر الفيديو ومشاركته في جروباتكم، نتمنى التوفيق لجميع الطلبة. ولا تنسون مادة الجغرافيا إن شاء الله راح تنزل، والاقتصاد في أمان الله.